وفي متابعة لصحة الحجيج التونسيين معنا عبر الهاتف رئيس البعثة الصحية للبقاع المقدسة الدكتور شكري حمودة. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. بداية، كيف هي أحوال الحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم؟ الأحوال مجملا طيبة. بالنسبة للمجموعة اللي موجودة تحج بما أنها عملت الجرعة الثالثة والرابعة، حتى اللي تطلق مثلا 134 اللي حكينا عليهم قبل وقينا عندهم تحاليل سريعة إيجابية، كانت فقط في الأنف والحلق والحنجرة، والعلامات السريرية ما دامتش أكثر من 48 ساعة، والكشوفات السريعة ولات سلبية في غضون 3 إلى أقصى تقدير 5 أيام. نعم دكتور، كيف سيتم التعامل مع الحجاج لدى عودتهم إلى تونس؟ احنا نتعامل مع الحجاج على حسب منشور عدد 17 وزارة الصحة، وخاصة الملحق الرابع فيه ايش يقول في البروتوكول الصحي. عند العودة إلى تونس إجبارية القيام بالحجر الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام. وهنا بدينا نحضروا في العمل هذايا عن طريق زيارات ميدانية لغرف الحجيج، وبدينا نوعيوا فيهم بأهمية الحجر الذاتي هذايا باش ما ينتشرش هالفيروس هذا الأوميكرون في بلادنا، وما يكونوش هما سبب باش يمرضوا ناس آخرين. صحيح هما جرعات التلقيح نتاعهم حاميتهم، وصحيح تحمي زاد الناس اللي عامله جرعات التعزيز. شكون اللي يضر؟ اللي ما لقحش بالكل، وهذوما فما ناس ما لقحوش بالكل، يسميوهم لي زونتي باكس، ولا عمل لي جرعه وقصد ما كملش، ولا عمل لي جرعتين وما عمل لي جرعه التعزيز. لانهم هذوما اصلا المناعه اللي مبنيه على الخلايا واللي هي المناعه الصحيحه ماهيش موجوده، وهذوما يعملوا حالات خطيره ويوصلوا يرقدوا في الانعاش ويتوفوا. احنا باش نحميوهم الناس هذوما، الحجيجنا اللي باش يروحوا نطلبوا باش عائلاتهم يستقبلوهم، معناتها فرد وحيد ولا جزء افراد فقط، يلبسوا الكمامات ويخليوا شبابك السياره مفتوحه، وبعد يواصلوا هما بالاجراءات هذيك في البيت نتاعهم. نعم بشكل عام دكتور، لو تعطينا فكرة أو حوصلة لصحة الحجاج في فترة الحج معناها. يعطيك الصحة. إلى حد تاريخ منتصف الليل اللي تعدى، الليلة اللي تعدت، عملنا 4499 عيادة. هالعيادات هذه والكثافة نتاعها هي تمكننا باش نفرزوا الحالات الخصوصية. فرزنا منها 134 حالة كوفيد في أول الحج، وتم علاجها معناتها بأمور بسيطة وتماثلت للشفاء تماما، وحاليا ما عندناش حالات. وحولنا 61 مريض للمستشفيات لمزيد التقصي وللتعمق في التشخيص، وتم الاحتفاظ اجمالا باربع مرضى. مريضه خرجت من اول الحج، وتوا عندنا 3 مرضى موجودين الامراض باطنيه متوسطه الخطوره، وباذن الله معناتها يعالجوا ويخرجوا لاباس وياخذوا دواهم في مكان الخير. شكرا دكتور. دكتور شكري حمودة رئيس البعثة الصحية للبقاع المقدسة، شكرا لك على هذه التوضيحات.